يوم 2 يناير سنه 1935 حجز احد الاشخاص غرفه رقم 1046 في فندق بريزدانت في مدينه كانساس. كان الاسم اللي استعمله الشخص ده هو رونالد اوين. عايز اقول لكم ان اوين استعمل كمان عنوان على مدينه لوس انجلوس، وهو المكان او المكان الاقامه الاساسي بتاعه اللي قال عليه للفندق. كان مواصفات اوين ان شعره بني وكان عنده ندبه افقيه على فروه راسه، وما كانش معاه اي شنط خالص غير مشطه ومعجون اسنان. ولما دخل اوين غرفته، دخلت بعد كده احدى عاملات النظافه عشان خاطر تنظف او تعمل الروتين اليومي بتاع الاوضه. لما لقت عملت النظافة الغرفة ضلمة ومفيش فيها اي نور، ساعتها استغربت جدا وخرجت من الاوضة. لكن اوين وقتها طلب منها ان هي تسيب باب الغرفة مفتوح لانه مستني صديق لي. لما رجعت تاني الغرفة لقت وهي بتنظف ملاحظة مكتوبة عليها انا هرجع يا دون خلال ربع ساعة انتظرني، والملاحظة دي كانت غريبة جدا. تاني يوم الصبح دخلت العاملة برضو نفس الغرفة رقم 1046 لكنها لقيتها مقفولة، فقالت مفيش مشكلة اوين مش موجود. لكن الغريب ان هي لما فتحت الغرفة لقت اوين بالفعل موجود جوه الغرفة، وده معناه ان حد قفل عليه من بره. الموضوع كان غريب جدا لان زي الليلة اللي قبليها اوين كان مطفي كل الانوار، وكان قاعد في مكان في الاوضة بعيد جدا وكان طافي كل الانوار مفيش اي اضاءة، لغاية ما جاله تليفون ورد عليه قال لا يا دون انا مش عايز افطر انا خلاص فطرت. كمان في نفس الليلة دي قال احد سائقي الاجرة واسمه روبرت لاين انه ركب راجل، كان الراجل ده قريب من فندق بريزدانت وكان شكله غريب جدا، وانه قال له بانه هيقتل حد بكرة. والغريب كمان ان السواق حدد بعد كده ان الشخص اللي ركب معاه كان اوين. في نفس اليوم لما دخلت برضو عاملة النظافة الى الغرفة عشان تمارس عملها الروتيني في الغرفة رقم 1046، لقت او اتفزعت لما سمعت صوت راجل صوته مرعب جدا بيقول لها اخرجي دلوقتي حالا او اخرجي فورا. تاني يوم الصبح لاحظ عمال الفندق ان التليفون الموجود في الغرفة رقم 1046 على طول مشغول، وده معناه ان في مشكلة في السماعة بتاعت التليفون. فبعت على طول احد عمال النظافة عشان يشوفوا ايه الموضوع بتاع التليفون، فلقى عامل النظافة ده اوين مرمي على الارض وغرقان في الدم بتاعه، ومن الواضح ان هو اتعرض لتعذيب. لما الشرطة سألت اوين مين اللي عمل فيك كده، اوين ما اتهمش اي حد وقال لهم ان دي وقعة كانت نتيجة وقعة وقعها في البانيو، وقعة سطحية جدا، مع ان اللي واضح على جسم اوين ان هو اثار تعذيب شديدة. بعد فترة توفى اوين نتيجة الاثار او نتيجة التعذيب اللي هو تعرض ليها. المفاجأة او الغريب في الموضوع لما الشرطة اتحققت عن اوين او ابتدت ان هي تبحث عنه ما لقيتش اي شخص موجود خالص. المفاجأة اللي بقى حصلت بعد كده ان المستشفى جالها تليفون من شخصية مجهولة بتقول لهم ان هم ما يدفنوش اوين دلوقتي في المقابر اللي كانوا مفروض ان هم هيدفنوه فيها، اللي هي مقابر مجهولي الهاوية، وان هم طلبوا من الشرطة ان هي تنتظر شوية لغاية ما يتم ارسال فلوس ليها عشان يتم عمل دفنة تليق باوين. مين الشخص اللي عمل كده او اتصل هو شخص مجهول الشرطة ما عرفتهوش، ومع ذلك الفلوس فعلا اتبعتت، وبعت كمان معاها باقة من الورود مكونة من 13 وردة، وقال فيها او صاحب الفلوس دي كتب في الرسالة مع حبي لك لويز. بعد سنة او سنة 1936 سمعت احدى السيدات عن القصة بتاعت اوين، لكن الغريب في الموضوع ان هي حست ان الشخص ده كان شبيه بابن احدى صديقاتها اللي اختفى في ظروف غامضة من فترة طويلة. وبالفعل رجعت لصديقتها وصديقتها اكدت ان ده فعلا ابنها اللي اختفى من فترة. لكن لغاية برضو حتى لما الشخصية دي اتعرفت على اوين وعرفت ان ده ابنها، معرفوش مين لويز او دون، ومقدروش يتوصلوا باي حاجة خالص عن دون او مين اللي هو عذب اوين ومين السبب وايه هو حل لغز 1046 او غرفة رقم 1046.